مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم ولقاء جديد من برنامجكم دنيا ودين. دنيا ودين موجود معاكم 5 أيام في الأسبوع، إن شاء الله بيكون من يوم الجمعة حتى الثلاثاء في الرابعة ظهرا بإذن الله. النهاردة بنناقش قضية خطيرة، وقضية مش بس بتتكلم عن الصغير والكبير، لا ده هنتكلم كمان عن أزمة أداب الحوار. ليه اختفت أداب الحوار ما بين الزوج والزوجة؟ مش معناها ان هي تقول له سيادتك ولا حضرتك، بس هو حتى ما بين الزملاء في العمل ما بقاش تقريبا المساله دي مهمه. ما بين الكبير والصغير بقى في ازمه، لا الصغير عارف انه صغير ولا بقى عارف يعني كبير، ولا الكبير بيقوم بدوره على ان هو كبير، لان الكبير مش بس مجرد سن او ما تحطش رجل على رجل قدامي يا ولد، ما تشربش سجاير قدامي يا ولد، لا هو الكبير المفروض بيكون كبير بتصرفاته. فالكبير اتنازل عن دوره عشان مش قادر يقوم بيه او مش عايز يقوم بيه او مش عايز يبذل مجهود فيرجع كبير، ولا الصغير قادر يستوعب ان ملوش كبير بيشتروا كبير. وبالتالي احنا النهارده بنناقش فكره اداب الحوار ما بين الزوج والزوجه، ما بين الاخوات، ما بين الاستاذ والطلبه بتوعه سواء في الكليات او حتى في مدارس، حتى ما بين زملاء العمل. يعني تقريبا كده الحواجز اتشالت ما بين الراجل والست، فما بقتش الست فاهمة يعني ايه بتكلم زميل عمل رجل، ولا الراجل بقى فاهم يعني ايه يكلم زميله في وجود امرأة او زميلة. حتى اللي بيركبوا اتوبيس، حتى بيركبوا وسيلة مواصلات، المشكلة بقت ما بقاش في اداب حوار. الفكرة بقت تدني في السلوك، تدني في استخدام حتى المصطلحات اللغوية. معانا النهارده فضيلة الشيخ عبد الأزهري من علماء الأزهر الشريف، اللي هنستقبل برضه تليفوناتكم على هواء مباشرة في عدة قضايا عديدة زي ما انتم عايزين تسألوا فيه، بس هنناقشه في فكرة هو راح فين الحوار بآدابه. برحب بيك يا شيخ عبد. تسلم يا دكتور، ربنا يبارك عمرك. المسألة مش مسألة صغير وكبير، يعني حتى الراجل ومراته قدام الناس ما بقتش العلاقة بتاعت لينا بيت نتكلم فيه، عندنا بيت نناقش فيه أسرارنا، الجيران بينها وبين بعضها، الاخوات حتى في خناقاتهم. ايه اللي حصل؟ المساله ايه السبب ان انعدمت اداب الحوار؟ يعني بقت حاجه ممكن على فكره كتير من الساده المشاهدين يستغربوا احنا بنناقش القضايا دي ازاي، يعني جابوا منين الموضوع ده؟ يعني هو الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الاسلام اهتم اهتمام بالغ بهذه النقطه تحديدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وكانت هناك يعني تنبيهات قرانيه وتنبيهات نبويه شديده الوضوح. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. سيدنا معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ احنا نتحاسب على الكلام اللي نقوله. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ده دليل على أن ديننا قال لنا مهم أوي يكون في أداب حوار، بس ليه بقى اختفى بقى أداب الحوار؟ هل ده له علاقة يعني احنا بقيناش متدينين زي زمان؟ بالعكس، هو مظاهر التدين بقت اكتر من زمان. المظاهر حاجه والتدين حاجه تانية. التدين هو الالتزام سلوكيا قولا وفعلا باداب الاسلام. مش حضرتك بتتكلم عن اداب الحوار؟ فهذه الاداب من الذي نظمها؟ الله عز وجل. ده حتى في اصعب الاوقات الله عز وجل بيقول لنا لما تيجي تدافع عن نفسك وحد بيغلط فيك وحد بيأذيك، يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الكلام الوحش يعني بيضايق النفس وبيخلي الإنسان يبقى رد فعله سيء، رد فعله سيء، وبيفضل متذكره طول الوقت، وإحنا لسه بنحاول إن إحنا يعني نساهم في بناء هذا الجدار، جدار الأخلاق، ويبقى لنا بصمة كده في عودة الأخلاق مرة أخرى ما بين فئات الشعب المختلفة. معايا أول اتصال تليفوني في حلقة النهاردة، أستاذة نهال اهلا بيك، معلش اتاخرت عليك. نهله اهلا بيك يا استاذه نهله، اتاخرت عليك، اتفضلي. اهلا بيك يا نهله، معلش علي صوتك بس اتفضلي. ما اعتبرتش يا شيخ، انا متجوزه في بيت عيله. متجوزه في بيت عيله؟ ايوه. ودلوقتي في مشاكل بيني وبين حماتي وكده، فبطلت تدعي عليا ولا على جوزي ولا على اولادي وكده. حماتك بتدعي على ابنها؟ حصل مشاكل وكده، وكان جوزي وقف معايا فعماله تدعي علينا يعني وكده.
ايوه يعني انت بقالك قد ايه متجوزه؟ بقالي 4 سنين ونص. ومن يوم ما اتجوزتوا قاعدين معاهم في بيت واحد؟ ايوه انا قاعدين من ساعه ما اتجوزت وقاعدين معاها في البيت. تمام، عندكم بديل يعني ممكن له بيت تاني ممكن تعيشوا فيه؟ لا، عندك دلوقتي هي بنت سلفتي تبقى بنت اخوها. ايوه هي سلفتي فوقي وانا تحت. اه يعني انت عندك شقه مستقله، يعني هو بنايه واحده او عماره واحده بس انت عايشه في شقه لوحدك. تمام، عشان انتوا قاعدين في عماره واحده حماتك بتتخانق معاكي ومشاكل وبتدعي عليكي وعلى جوزك وعلى ولادك، السؤال هنا ايه بقى؟ سلفتي بلغت عليا اللي انا بعمل لها اعمال وبرصها لها وكده. وانت طبعا انت طبعا ما بتعمليش كده ولا رحتي المشايخ ولا حاجه. انا عمري رحت الحاجات دي، فقلت لها شيخ الاسلام مصحف وكنت انت متاكده اللي انا بعمل لك كده وشفتيني نحلف على المصحف انا وانت، انت تحلفي اللي انا بعمل لك وانا احلف اللي انا ولا حد من اهلك اللي نعرف حاجه عن الحاجات دي. طب انت حلفتي وهي حلفت في النهايه، هنا السؤال ايه؟ هي ما رضتش تحلف. هي ما رضتش وانت حلفتي؟ لا، هم خلاص قالوا كل واحد من عنده كده. ايوه ست الكل، انت داخله دلوقتي معانا على الهواء اكيد عندك سؤال عايزه تساليه علشان نرد عليكي فيه، السؤال هنا ايه؟ فحماتي دلوقتي بتقعد كل واحد دلوقتي قاعد لوحده، كنت انا شايله اسبوع وستي ماسكه اسبوع. تمام. فدلوقتي حماتي قالت ما تعمليش ليها حاجه، قلت لها خلاص ماشي براحتك. فدلوقتي كل واحد قاعد في حاله، ما ولا انا بكلمها ولا هي بتكلمني. انت ما بتكلميش حماتك، انت ما بتكلميش حماتك. طب جوزك بقى بيكلم امه؟ لا، امه قعدت تقول له كلام يعني اخواتك هم اللي مجوزينك، اخواتك هم اللي عاملينك، وقعدت تتكلم معاه. يعني حضرتك يعني جوزك ساكن في العماره مع امه وما بيكلمش امه؟ مقاطع امه، مقموص من امه، السؤال هنا ايه يا فندم؟ من ساعه ما امه قعدت تقول له اخواتك هم اللي مجوزينك، اخواتك هم اللي عملوا لك، اخوك ده جاب لك، اخوك ده عمل لك، زعل. تمام. هو انا كده فهمت حاجه من الاثنين، يا اما انت بتقولي هل على جوزي وزر ان هو قاطع امه او ننفصل ونعيش في حته تانية، سؤالك حاجه من الاثنين دول؟ سؤالي ايوه فده كده. ودلوقتي بردك حماتي بتقعد بعد ما جوزي ما بيخرج بتقعد تقول حزب الله ونعم الوكيل فيكي، وتقعد ايه تترد لكم وتقعد تبعد وتستنى. طب انا بشكرك جدا عشان بس الوقت هرد عليك، بس هو في النهايه يعني اكيد مش حل المساله ان يعني ابنها يقاطعها، يعني كمان انت يعني مش بس هو مقاطعها، لا احنا كمان بنشتكي منها انها بتدعي عليكم، يعني مساله احنا محتاجين يعني اكتر من كده فجوه ايه؟ بشكرك جدا. هي مش ساكنه في نفس الشقه، ساكنه في نفس العماره، ده وارد جدا، ساكنين في عماره، حد من الجيران بيضايقنا مش بنسيب العماره. ايه اللي حصل؟ يعني احنا بنتكلم لسه على اداب الحوار، ايه اللي حصل ما بين الناس؟ يعني احنا بنتكلم في بيت واحد، حماتها يعني امها. يعني هو ابنها لو عملت فيه ايه وفي النهايه هي ام، تنصحه انها تقول له ايه؟ هو المشكله دي مشكله شائعه جدا ما بين الحماوات ومرات الابن والسلفه ودي يعني سلفتي قريبه حماتي فعلشان كده بتحبيها، المشاكل دي شائعه جدا. تمام. ولكن انا انصح اي حد وخصوصا في العلاقات اللي من الدرجه الاولى وعلاقات الارحام. تمام. والابن مع امه لو ضربته لمؤاخذه كده بالجزمه زي ما بيقولوا. تمام، انا بضم صوتي ادفع بالتي هي احسن. لو امك ضربتك بالجزمه وانا امي ربنا يديها الصحه لو ضربتني بالجزمه هحط الجزمه على دماغي من فوق، لان انا ماليش غير ام واحده واب واحد. بس عاوزين نوزن الموضوع بقى. طب ناخد هدى؟ طب هنوزن الموضوع وقبل ما ناخد بس هدى مأخرينها بس طيب طويله وانت عارف التليفونات بقت صعبه. اهلا بيك يا استاذه هدى، اتفضلي سريعا اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسال فضيله الشيخ كام سؤال كده؟ كام سؤال؟ طب ناخد سؤالين. اول يعني سؤال سؤالين. اول سؤال اتفضل. اول سؤال بالنسبه للصلاه. اتفضل. حضرتك انا بصلي الصلاه دايما يعني بصورتين، صوره الاخلاص وصوره الفلق، وفي برضه ساعات بنسى ان انا صليت مثلا 4 ركعات العصر بصليهم 5 وساعات بصليهم 4 فبنسى. تمام. وبرضه ايه يعني ما باجي اسجد بحس ان انا سجدت 3 مرات مش عارفه بقى ده يعني بتسرحي في الصلاه مش مركزه هم 3 ولا 4 سجدت. تمام. ده السؤال هنا ايه بقى؟ السؤال هنا هل صلاه دي يعني صح ولا مثلا غلط ولا ايه؟ هنسال حضرتك بس يا استاذه هدى، حضرتك ده بيتكرر معاكي دايما ولا كل فين وفين كده بيحصل مره؟ يعني ايام مش على طول.
بس ببقى تمام. مركزه في الصلاه، بس بحس ان طب انا صليت ثلاثه. الايتين الاخلاص والفلق، انت كان عايزه تقولي في مشكله وانا بس بصلي بيهم، ولا انت قلتي المعلومه دي عادي؟ لا يعني عادي، هم لو بصلي بيهم على طول كده الصلاه تمام. صحيحه، السؤال مش لازم التاني، اغير. معلش يا استاذ، السؤال التاني، السؤال التاني، السؤال التاني ان انا بسها ساعات، يعني ممكن اسجد 3 مرات مثلا في السجده الاخيره. ما احنا قلنا فكره ان احنا يعني بنسهو وما بنركزش وبننسى، في حاجه تانية غير كده؟ السؤال التاني بقى معلش، وبالنسبه لجوزي وكده، يعني هو على طول كل ما بنتخانق في اي حاجه، يعني الازواج دايما بيتخانقوا، حضرتك فاهم، على طول بيقعد يدعي على نفسه ويقول يا رب خدني ومش عارف ايه، وعلى طول الكلام ده على لساني. انت فانا بقى بتردي عليه خايفه تقولي يعني، بعد الشر، ما تقولش كده على نفسك، ده انت غالي، بقول ده له ده انا بقول كتير، بيقول لي مالكيش دعوه انا عايز اموت واستريح ومش عارف ايه والكلام ده. طب يا استاذه هدى، انت بتنكدي عليه ليه؟ ما والله تخليكي طيبه معاه. والله انا والله معايا العظيم بنكد مش عليه عايز ساعتها في اتكلم. اي خناقه كده. يعني هو السؤال، هي بتبقى في وسط خناقه فالراجل بيدعي على نفسه، فانت طب يعني احكم الدعاء ده، انا خايفه عليه بصراحه يعني، وما بحبش يدعي عن طب نفسه والنبي بكتير ما قوي تضايق يعني. جوزك، ان عارف جوزك ده لو جرى له حاجه هتحسي بتأنيب ضمير وترجعي تكلميها تاني تقولي كنت بتخانق معاه وكنت خايف ان هو بيدعي على نفسه والراجل مات، فربنا يديله الصحه ويخليه لك ويخلي يا رب كل زوج وزوجه مع بعض. واللي انا عارف الدنيا صعبه والظروف صعبه والناس ما بقتش طايقه بعضها وكل واحد مستني للتاني على كلمه، فنهدي الدنيا شويه. وانا نصيحه لاي حد من الطرفين لما بتحصل خناقه يعني ما يحاولش يكبرها، لان لو طرف كبرها الطرف التاني هيولعها، فنحاول نهدي الدنيا شويه. نقول ايه الراجل بيدعي على نفسه ده بس في الاول. نرجع للسؤال الاول عشان مهم جدا. ما هدى هرجع لها والله، بس هدى اكتر، انا تمام. هطول مع هدى، خلينا بس الراجل بيدعي على نفسه ده في كل خناقه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا الام تدعي على اولادها ولا حد يدعي على نفسه، حتى لو بالموت، وحتى لو الانسان تمنى الموت يقول، الرسول يقول لنا كده، اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي، وامتني ما دام الموت فيه خير لي، حتى ده لو هو وصل للمرحله دي. ايه اللي ممكن الزوجه تعمله علشان الراجل يهدى؟ علشان الراجل يهدى تقول حاضر ونعم وتاخده على قد عقله، احنا كرجاله اطفال شويه. فالراجل لما يبقى متعصب متضايق عايز يقول له حاضر ونعم واللي انت شايفه صح ومعاك حق، هيهدى. بعد ما يهدى ويروق نقعد نتكلم معاه، واحنا بنتكلم عن اداب الحوار. الحوار الزوجي مختلف عن اي حوار تاني، احنا الحوار الزوجي دائما بين رجل وامراه، انما اي حوار تاني ما بين الزملاء ما بين مدير مختلف وليه يعني امور بتحكمه. فلذلك الست اللي هتكون هاديه مع جوزها هتقول حاضر ونعم وتمشي امورها، الحياه هتمشي، والله الدنيا مش هتقف. اي طرف بيدعي على نفسه فعلا بيصعب عليا، يعني اكيد اذا حصل عنده ضغط عصبي خلاه يتمنى الموت، وده في حد ذاته يعني عظيم. بس نرجع للسؤال، نرجع لهدى بقى. هو مطالب ان يبر امه حتى ولو كانت كافره، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه. تمام. الله عز وجل اللي بيقول انا متنازل عن حقي علشان هي ام، بس عايز اعمل توازن. توازن في ايه بقى؟ ان ده ملوش علاقه بمراته. تمام. مراته تتعرض لاهانه ياخد لها حقها. يعني ياخد لها حقها يعني امه؟ لا، اي حد يشتمها يهينها يتعدى لو عليها، امه لو هي لا خلاص ما تنزليش. ياخد لها حقها. يبقى بر الوالدين مختلف عن حقوق الزوجين. يبقى هو مهما تعمل معاه والدته تحت رجليها، قولوش اقف قدامها ابدا. ما يعملش ده ارضاء لزوجته، الارضاء لزوجته ولا الكلام ده كله. ده كان نهله. ندخل بقى سؤال هدى، بس الموضوع السرح في الصلاه ومش مركزه. اولا الصلاه صحيحه لو قرات بايه واحده في القران وكررتها في جميع الصلوات، ولكن احنا بننصح اي حد عاوز يبقى عنده خشوع وحضور في الصلاه يحفظ ايات جديده، يحفظ صور جديده، يحفظ جزء من سوره ياسين، من سوره الكهف، ايه الكرسي اللي هي الايات المشهوره، ينوع في صلاته حتى يشعر بحضور القلب وبالخشوع. نعم. طب انا بشك ان انا سجدت 3 مرات ولا لا، ابني على اليقين وهو الاقل وهو الاقل. نعم. الا في حاله واحده، وان ده في حاجه اسمها وسواس في الصلاه. نعم. دايما يشك انا صليت 3 ولا 4، انا سجدت سجده ولا اتنين ولا لا وكام. يبني على اليقين وهو الاكثر. نعم. ده في حاله الوسواس. نعم. احنا بنحاول دايما بنتكلم في موضوعات نرتقي بيها كمسلمين، وبنتكلم في العلاقات الاسريه والزوجيه وازاي احنا نبر اهالينا وازاي احنا نعمر بيوتنا، وده مهم جدا، ده خط دنيا ودين، العلاقه ما بين الدنيا والدين. كمان ازاي نعمر بيوت ربنا، وهل اعمار ربنا ان انا اروح اصلي وبس، ولا كمان انا اشارك بشكل او باخر انا وافراد اسرتي وجيراني وافراد عيلتي في اعمار بيوت ربنا. معانا مسجد الرحمن بكفر صقر بالشرقيه محتاج عمليه استكمال،
يعني هنروح سريعا لتقرير له هنشوفه مع بعض وهنشوف المجهود الكبير اللي تم لهذا المسجد من مسجد قديم الى مسجد جديد، محتاجين عملية استكمال وتجديد لهذا المسجد. هنروح سريعا له ونرجع تاني نعرف دور المساهمة في اعمار بيوت ربنا، احنا كمسلمين مسؤولين عن هذا الاعمار ولا لا، ثواب الاعمار ايه، ثواب المشاركة في بناء المساجد ايه. هنتكلم عن كل ده بالتفصيل ولكن بعد التقرير، فابقوا معنا حتى النهاية. شاهد عيان من آبائنا وأهلنا هنا في عزبة زيدان، كان منذ البداية أفتكر أول لحظة حضرنا فيها من البداية قبل الإحلال والتجديد وقبل حضور مؤسستنا المباركة مؤسسة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، قابلنا عم الحاج السيد أبو محمد ربنا يبارك فيه ويحفظه، وكان في منتهى السعادة إن احنا جايين نعاين المسجد. الحمد لله وعدنا وبجهود المخلصين وبنفقات المتصدقين أهل الفضل والخير، الحمد لله تم الإحلال، وبفضل الله تم الحمد لله صب القواعد زي ما حضراتكم شايفين على أرض الواقع. النهاردة جايين بنبارك وبنسعد بهذا اللقاء مع الحاج السيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الحاج؟ الحمد لله. أتمنى تكون الأمور الحمد لله على ما يرام. الحمد لله. ونشر جمعية عمر سيدنا عمر بن عبد العزيز بارك الله فيهم، عشان هم قايمين بفعل جميل وبيبنوا مساجد وأفعالهم جميلة، وأولاد الحلال بقربوا لهم بيبنوا المساجد، ونعم بالناس الطيبة اللي شاركت في هذا بني المسجد، والمسجد اتعمل ليه أساسات حلوة وقواعد حلوة، ومنتظر نفسك يبقى موجود فيه ايه غير مصلى الرجال، مصلى للحريم وتحفظ قرآن رب. ان شاء الله ان شاء الله نوعدك ان شاء الله بإذن الله تعالى، ان شاء الله بإذن الله وبجهود المخلصين من اهل الفضل هيبقى مصلى للرجال مسجد ان شاء الله. والمساحة دلوقتي بفضل الله تبارك وتعالى قاربت على 300 متر بعد ما كان الرحمن بعزب الزيدان حوالي 100 متر تقريبا. 100 متر دلوقتي بقينا 300 متر بفضل الله تبارك وتعالى وبجهود هذه المؤسسة المباركة مؤسسة سيدنا عمر بن عبد العزيز ربنا يبارك فيهم، بيسعوا لكل الخير والله، بيسافروا بلاد وبيسافروا محافظات فقط من أجل إعمار بيوت الله سبحانه وتعالى. نحسبهم من أهل الإيمان ومن أهل الفضل ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى، لكن فعلا جهودهم ملموسة، والنهاردة بفضل الله تبارك وتعالى واقفين على أرض صلبة بعد ما كان المسجد ملوش أساس وملوش قواعد، دلوقتي بقى ليه قواعد بفضل الله تبارك وتعالى. ألف ألف مبروك يا عم الحاج. الله يبارك فيهم. الله يبارك فيهم. إن شاء الله بإذن الله في خلال فترة وجيزة جدا، إحساسي بيقول لي إن إن شاء الله في خلال فترة لا تتعدى شهور هنلاقي أهل الفضل جايين بالملايين وبالآلاف إن شاء الله من الاتصالات. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يتم بناء مسجد الرحمن بعزبة زيدان بأولاد صقر محافظة الشرقية على أجمل إن شاء الله صورة وفي أحلى يعني حلة بإذن الله تبارك وتعالى. نطل عليكم إطلالة تانية زي ما قابلنا عم الحاج السيد في البداية قبل الإحلال، النهاردة من قبله وإحنا بنحط القواعد وبنرفع البناء مرة تانية إن شاء الله بإذن الله القادم بجهود حضراتكم جميعا، نكون رفعنا هذه القواعد وتم البناء بإذن الله تبارك وتعالى، ونتقابل في افتتاح مسجد الرحمن بعزبة زيدان مركز أولاد صقر محافظة الشرقية. البناء العظيم اللي حضراتكم شايفينه ده والمجهود العظيم اللي تم بفضل الله في مسجد الرحمن بعزبة زيدان وراه رجال كتير جدا، وراه مؤسسة محترمة برجال بفضل الله
يعني صادقين مع الله سبحانه وتعالى. وراه كمان أيدي عاملة، الأيدي العاملة إن شاء الله النهاردة متمثلة في البشمهندس إبراهيم عيد، وإحنا النهاردة واقفين على أرض هذا المسجد المبارك. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى متوقع بعد الإنجاز العظيم اللي تم خلال فترة وجيزة جدا، متوقع نقعد قد إيه بفضل الله علشان نصلي في المسجد ده إن شاء الله. إن شاء الرحمن إحنا بجهود الناس معانا ووقفة أهل الخير، إحنا في استعداد المسجد ده في خلال شهر، في خلال شهر لو واحد ساهم معانا بألف طوب، واحد جاب طن حديد، واحد جاب طن أسمنت، هنيجي نبص لينا مثلا لو 100 واحد كل واحد اشترك بأي حاجة بسيطة في خلال شهر. يعني دي دعوة، دي لو معانا 1000 متبرع دلوقتي، لو معانا 1000 متبرع، كل متبرع قال أنا علي الحديد أو علي الطوب أو علي الأسمنت، أنا علي الرمل، أنا علي السن أو الزلط، بفضل الله تبارك وتعالى البشمهندس إبراهيم عيد بيوعد أنه بإذن الله قادرين أن احنا في خلال شهر واحد نكمل بإذن الله بناء مسجد الرحمن بعزبة زيدان. أنا شايف الخشب موجود أهو، لكن الخشب يعني مركون، ما فيش شغل دلوقتي، واقفين على حديد وواقفين على أسمنت، ويعني إحنا مش عايزين نشيل الخشب ولا نوقف العمالة هنا في قلب المسجد، يعني ده حاجة بنبقى فرحانين بها وإحنا موجودين. والله يعني جزا الله خير على شعوره ده، مش عايز يرفع الخشب مع انه يقدر يشيله ويشتغل في مكان تاني، لكن هو بيقول لعل ده ان شاء الله يكون باب خير وباب بركة. الخشب منتظر بس ان شاء الله يبقى فيه اسمنت وفي حديد وفي رمل. يا رب الاقي دلوقتي 1000 متبرع يقولوا لنا احنا معاكم ب10 طن حديد، ب5 طن، طب بطن حديد، معاكم بقلبين رمل، بقلبين اسمنت، بزلط، برمل، باللي تقدر عليه، باللي تقدر عليه. ودايما نقول تعال بنفسك وقف معانا وشوف معانا وشارك معانا وساهم معانا. وناس تكلمني وتقول لي احنا الحقيقة سعداء وبنفخر انه في خير بيتقدم وفي مساجد بتبنى، واحنا بنقول احنا اللي فخورين بحضراتكم وبثقتكم فينا، وان شاء الله بثقتكم فينا وبتبرعاتكم وصدقاتكم اللي بإذن الله بنقول لحضراتكم احنا بننزل على الأرض الواقع عشان تشوف الصدقة بتاعتك راحت فين، وخطوة بخطوة مع بعض مكملين في مشوارنا كلنا إن شاء الله مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يا ريت الخشب ده بإذن الله ما لاقيهوش مركون كده كتير. ودلوقتي حالا الأرقام على الشاشة، أرجوك اتصل وقول أنا معاكم باللي تقدر عليه، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خير يا باشمهندس، وإن شاء الله بالتوفيق. وأوعدك زي ما تعودنا من جمهورنا الكريم إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة أو بكرة بالكتير هنلاقي إن شاء الله بإذن الله عندنا الحديد والأسمنت، ومش هتتعطل إن شاء الله أنت ورجالك. شارك معانا هنا وجه في قلب المكان، يعني بيلاقي فرحة كبيرة، فرحة كبيرة يعني ظهر على وجوه كل من هو جه هنا. طبعا ده خير، ده خير خير للكل، خير لكل واحد بيسجد ويصلي ويركع ويقرأ قرآن ويسبح ويستغفر، كله في ميزان حسنات حضرتك وحسنات المنفقين والمتصدقين. جزاكم الله كل خير، بنشكرك، والمرة الجاية إن شاء الله في الافتتاح. بارك لك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. مسجد الرحمن بولاد صقر بمحافظة الشرقية إنجاز كبير بالمقارنة بالمبنى القديم. يعني اللي كان بيتابع برنامجنا احنا كنا أظهرنا لحضراتكم المبنى القديم الآية للسقوط المغلق بقرار من الجهات الرسمية والإدارة الهندسية، وكان الناس ممنوع أنها تصلي فيه، وبالتالي كانت بتصلي خارج المسجد. كنا بنتكلم في حلم ان احنا يلا يا جماعة عايزين مساهمات حضراتكم عشان تم ازالة المبنى. كنا دايما بنقول يعني احنا بنتكلم هنا مش استكمال، احنا بنتكلم في تجديد المبنى. تم بحمد الله ومساهمات حضراتكم ازالة المبنى، وزي ما انتوا شفتوا بدأت يعني الخرسانات هي موجودة في الارض، ومحتاجين سرعة الانتهاء من هذا المسجد حتى يقوم المسجد بدوره، سواء لدار لتحفيظ القرآن الكريم، مكان لصلاة الجماعة، دار أو مصلى للسيدات، طعام الطعام، سقي الماء، مستوصف طبي، موضوعات كثيرة أو قضايا مهمة جدا جدا بيعالجها المسجد
في حياتنا النهارده. خليني اسال الشيخ عبده، وانا كنت بشوف هو بيتفرج عليه انه كانه مولود جديد، يعني كان بيقول لي انا يعني احنا بنحضر ولاده مولود جديد، ان احنا كنا عاصرنا المبدا القديم. احساسك ايه وانت شايف ان في زي ما بيقولوا كده انجاز على ارض الواقع؟ هو من فضل الله عز وجل ان انا كنت موجود مع الشيخ عيد في المكان، عشان كده كنت انت متاثر وانت بتتفرج على التقرير. الاحساس بقى لما تبقى موجود في ارض الواقع وبتعاين بعينك، احنا شفنا المبنى القديم وكنا بنناشد الناس ان احنا محتاجين عمليه الهدم تتم في اسرع وقت، وان احنا نحفر القواعد دايما لما والمساجد بالذات، يعني اول ما تبدا الخطوه الاولى بتلاقي سبحان الله الناس بتحاول تساهم والامر موجود على الارض. ده رزق البيت نفسه، رزق بيت ربنا، ربنا هو اللي ودايما الناس بتحب تساهم في البدايه، يعني القواعد دي والاعمده اللي هتتبني والسقف دي او اخر حاجه بتتهد في المسجد. زي كما بقول لاهل الخير، يعني حط دلوقتي الاستثمار الناجح، انت بتساهم دلوقتي في التاسيس، والسابقون السابقون اولئك المقربون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه. فدلوقتي اللحظه المهمه جدا. دايما كنت مع حضرتك بقول المساجد رزقها واسع، والمسجد ده هيتبنى بفضل الله عز وجل، يمكن دي اول خطوه، وزي ما حضرتك قلت ده بدايه ميلاد جديد. نعم. وخلال شهور ان شاء الله في ثقه تامه ويقين فيما عند الله ان المسجد ده هيبنى، وهيبنى بالكامل على اكمل ما يكون، وده اللي احنا عاشرناه ويعني عايشناه مع كل المساجد. ولكن اهل الخير والناس اللي بتتابعنا الان واللي نفسها تعمل عمل خير، يعني كان بعد الجمعه اللي فاتت جالي شاب في العشرينات كده 22 23 لسه في بدايه حياته، يعني فقال لي انا بقالي يعني والدي توفاه الله من 5 شهور وبقالي يعني فتره بحوش ومعايا مبلغ كده عايز احطه صدقه جاريه في المسجد. فقلت سبحان الله، دايما الشباب بيبقى طموحه في بناء الحياه، يعني يروح يتجوز يعمل مشروع يجيب شقه يجيب عربيه، لا هو بيفكر اللي قدام مش تحت رجله. لا هو كده مش بيفكر تحت رجله، يعني او قصدي حضرتك ان هو مش بيعزق فلوسه او بيصرف، لا بيبص لقدام، بيقول لك ما بيبصش للهدف اللي هو قريب منه، لا هو هدف اسمى. فقلت سبحان الله، ده واحد اهوت وظروفه صعبه وباين عليه الشقه يعني، ولكن حريص ان هو يقدم لوالده صدقه جاريه في الوقت ده. وبنشوف ناس بقى بيبقى وصل لمرحله من العمر وربنا اكرمه معه المال وهو متيقن ان هو حتى لو عاش قد عمره مش هيصرف الفلوس اللي معاه دي، وكده كده هيسيبها ويمشي. انت مستني ايه؟ يعني والدنا الكريم والدتنا الكريمه اللي بتشاهدنا الان واخونا واختنا اللي حد عزيز عليهم توفاه الله، انت مستني ايه؟ هل ده بقى السؤال المهم جدا كان دايما الناس تساله لنا، انا عايز اعرف ربنا بيحبني ولا لا؟ اقول له علامات محبه الله عز وجل توفيق العبد للطاعه، وتوفيق العبد للطاعه الكويسه جدا. ولذلك يعني شوف ربنا يقول على المنافقين، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. هم مش ما كانواش عايزين يروحوا يجاهدوا، بس ربنا مش حابب يشوفهم في ارض الجهاد، مش حابب يشوفهم مع المجاهدين. نعم. فثبطهم يعني نفوسهم ما بقتش مشتاقه للجهاد. فبنقول لكل واحد يريد ان يختبر ايمانه بالله عز وجل ودرجه حب الله عز وجل له، انت في اعمال الطاعات، في عباداتك، في النوافل، في قيام الليل، في صلاه الضحى، في التبرع للمساجد، في الصدقه الجاريه، انت سريع ولا بطيء؟ انت بتعمل كده بحب ولا لا؟ عملت كده اصلا ولا ما عملتش؟ فالرساله دي مهمه جدا والمقياس ده مهم جدا، واحنا يعني بناكد على كده. ان شاء الله هنقعد مع حضرتك وهنفتتح هذا المسجد وهو على اكمل وجه، ولكن السؤال المهم، انا هيكون اسمي مكتوب فيه ولا لا؟ اي حد بيشاهدنا الان اسال نفسك السؤال ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه للعمل الصالح. يوفقه للعمل الصالح، يعني يرشده للعمل الصالح وربنا يوفقه فيه. واحنا بنحاول نكون دليل، بنقول لكم في بيوت ربنا محتاجة مساهمات من حضراتكم، سواء في عملية استكمال زي ما شفنا في هذا المسجد، أو
مسجد الكبير بالدقهلقيه محتاج عمليه احلال وتجديد. دايما بنقول لكم ان عارفين ان مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه، وان في مساجد محتاجه عمليه احلال وتجديد، لان هو المسجد الوحيد الموجود في القريه وقايل السقوط ومغلق، وبالتالي ناس محرومه انها تصلي في مكان امن تصلي فيه بتركيز. احنا عندنا مشكله في الصيف وفي الشتاء، حر شديد في الصيف وبرد شديد وسيول وامطار في الشتاء. هنروح سريعا لمسجد الكبير عشان نجاوب على السؤال. طيب احنا بنقول لكم في طريق وفي خطه وفي بيوت ربنا محتاجه مساهمات حضراتكم، ولكن ايه الفرق ما بين المساهمه في هذا العمل في اعمار بيوت ربنا وبين اي عمل اخر؟ ده اللي هنرد عليه، ولكن نشوف مع بعض المسجد الكبير اللي بيستغيث بحضراتكم ومحتاج عمليه احلال وتجديد بالدقهليه. اتفضل. دلوقتي احنا معانا الحاج سيد من اهل المكان ومن اهل القريه والقائمين على المسجد، وهو هيحدثنا عن تاريخ المسجد وحاجه المكان ده للمسجد وتوسعه المسجد ان شاء الله، ونشوف ايه المطلوب من اهل الخير. ازيك حاج سيد؟ ازيك يا مولانا، كل سنه وحضرتك طيب يا باشا. الله يبارك عمرك يا رب. احنا عايزين نعرف المسجد ده مبني بقاله قد ايه وايه المطلوب مننا دلوقتي؟ والله المسجد ده انا اول على انا عندي 40 سنه، بس اسمع الناس تقول من 70 ل 80 سنه عمر. طبعا زي ما انت شايف المسجد في اماكن كتير زي ما انت شايف مشرخه وبايظه، وطبعا البلد كبرت وما بنيجي نصلي الجنازه طبعا ما فيش مكان نصلي فيه، بنصلي في الشارع، لان طبعا الجامع منافعه كتير بس الجامع صغير. فاحنا بنناشد اهل الخير ان يقفوا معانا ونبني الجامع ديت بيت من بيوت الله يعني. طيب هل في خطه لتوسعه المسجد؟ يعني في اماكن اضافيه؟ المكان ده انا شايفه خارج المسجد مساحه لا باس بها، وهل في اماكن تانية يعني في خطه الهدم والبناء المسجد ده هيتم توسعته؟ هيتم توسعته طبعا، هيزيد كتير خالص، لان عندنا المبنى دي كانت وحده صحيه قديمه، فهتخش في المسجد طبعا هيكبره جدا والبرندات، وهيبقى مسجد كبير خالص ان شاء الله. طيب هل المسجد هيكون مستقر او يعني متوقف على انه مسجد فقط، ولا هيكون في دار تحفيظ والمستوصف الطبي هيشتغل؟ لا، هيبقى في تحفيظ قران وهيبقى في كل حاجه ان شاء الله، لان لا المستوصف الطبي دي في مكان ليه تاني فهيتوسع في المسجد، فهيبقى مسجد وتحفيظ قران، ويعني عشان الناس المسجد ما بياخدش الناس اصلا، فيبدا ياخد اهل القريه كده. يعني اللي انا شايفه انه ده اكبر مسجد في القريه، ده اللي بتقام فيه الجنائز واللي بتقام فيه الجمعه، ولكن حجمه غير. طب في الشارع طبعا، لان ما فيش بنفرش بقى في الشارع بره وبنصلي، لان مش باخدنا الكتله يعني الناس كترت. طيب هل احنا سمعنا ان المسجد طلع له تصريح هدم وبناء؟ طلع له هدم وبناء، طلع له رخصه هدم ورخصه البناء الوقت شغالين فيه ان شاء الله. طيب ايه المطلوب بقى من اهل الخير علشان نبدا مع عمليه الاحلال والتجديد؟ بس يساهموا معانا ان شاء الله كده، وكلنا برضك هنساهم برضك، دي حاجه لربنا سبحانه وتعالى، واحنا كلنا برضك هنساهم بمجهوداتنا وبمالنا، دي حاجه يعني صدقه عظيمه، حاجه قدامنا ان احنا نعمل حاجه كويسه. يعني اهل القريه اللي انا فاهمه من حضرتك ان هم هيبذلوا استطاعتهم في المسجد، ولكن محتاج طبعا لان المساحه كبيره طبعا والدنيا زي ما انت شايف حضرتك، بس كل واحد هيساهم على قد ما يقدر. يعني احنا شايفين الصدق في كلام الحاج سيد، واي حد هيجي يزور المسجد هنا هيلاقيه موجود ان شاء الله وهيستقبله، والمسجد طلع له تصريح الهدم والتصريح المبناء بيخرج على طول في وقت سريع ان شاء الله. فاحنا محتاجين من اهل الخير يعني يساهموا معانا، اهل القريه هيبذلوا جهدهم وبيبقوا يعني قاعدين للمسجد، وكمان اللي هيقدر يساهم بجزء من المال او باي حاجه تساعد مع المسجد مش هيتاخر، ولكن ده هيكون غير كافي، لانه لو كان ده متاح كان زمانهم عملوا عمليه الاحلال والتجديد بدون ما يلجاوا لجمعيه عمر بن عبد العزيز او يناشدوا اهل الخير، وده باب من ابواب الخير. واحنا بنوعد الحاج سيد ان شاء الله في القريب العاجل هننزل لاحلال وتجديد المسجد الكبير باذن الله. عاوزين نوجه رساله لاهل الخير، هل هيجي هنا المسجد او يتصل بجمعيه عمر؟ يشرف في اي وقت، هتلاقينا متواجدين، ويتبرع في المحجر هنا، هو كلنا هنتبرع برضك، وهنجيب اللي عايز يجيب اسمنت، اللي عايز يجيب طوب،
المسجد بتاع المحجر موجود، اللي هيحط حاجه يحطها بايده عشان يبقى متاكد انها تحط هنا، عايز يحط طوب يحط اسمنت المحجر قريب مننا جدا. جميل جدا، يعني ممكن المتبرع يجي يروح يعني يحجز مثلا، انا عاوز 3 4 طن حديد على حساب المسجد، عايز كم اسمنت لحساب على استطاعته. بالنسبه للاكل احنا كل اهل البلد هي برضك بالنسبه للاكل كله هيطلع، كل واحد هيبقى عليه اكل يوم، والناس مش متاخره خالص، نفسهم من المسجد يتبنى بس ان شاء الله. يعني الرساله واضحه، وان شاء الله قريبا هنشوف حضراتكم هنا في المسجد، واتصالاتكم الارقام واضحه قدامكم على الشاشه، وكلنا ثقه. احنا مقبلين على رمضان باقي شهور قليله، ولكن ان شاء الله في اسرع وقت هيتم عمليه الاحلال والتجديد. المسجد الناس محتاجاه فعلا، لان هو المسجد الكبير بس اتبنى من سنين كتير، فحجمه بقى صغير بمقارنه عدد السكان، لذلك في صلاه الجمعه بيكونوا في الشارع، وفي صلاه الجنازه بيكونوا في الشارع. هذا لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي المؤمنين، وان شاء الله عز وجل في القريب العاجل هنلاقي المسجد ده في افضل صوره باذن الله. زي ما شفنا المسجد محتاج عمليه احلال وتجديد، يعني لازم ان احنا يتم إزالة المبنى من أساسه، وحفر ورمي أساس وأعمدة وخرسانة، موضوع كبير. فضيلة الشيخ عبد الأزهري وجه رسالة مهمة جدا لحضراتكم ولينا، ومدى أهمية المسجد في حياتنا. وأنا كنت طرحت السؤال قبل ما نشوف التقرير، إيه الفرق ما بين المسجد والمساهمة في أعمار بيوت ربنا وما بين أي عمل خير آخر؟ ولكن قبل ما يعني نجاوب على السؤال ده، خلينا أسأله عن إحساسه وهو موجود في هذا المبنى، وهو عارف إن هذا المبنى إن شاء الله بمساهمة حضراتكم ومساهمة لجمعية عمر بن عبد العزيز، إن شاء الله بمساهمة حضراتكم هتقدر الجمعية زي كل المساجد والمشروعات العظيمة اللي بتقوم بيها نساهم بشكل كبير في عملية الإحلال والتجديد. كلمني إحساسك وإنت بشوف بيت من بيوت ربنا شبه مغلق قايل السقوط، وانت موجود وانت عارف باذن الله باراده ربنا بمساهمات الساده المشاهدين للجمعيه باذن الله هيتم عمليه احلال وتجديد وتتبدل الصوره، احساسك كان ايه؟ اليقين جواك كان عامل ازاي؟ هو اولا والله يا دكتور، وده ليس كلام للاعلام، عندي يقين في الله عز وجل ان المساجد رزقها واسع. ده دايما تقول كلمة دي، يعني المسجد له رزقه، جايب رزقه زي المولود، ده هو يعني. بيت ربنا، ده بيت الكريم سبحانه، بيت الرزاق، المسجد بيت الرزاق، بيت الغني سبحانه وتعالى. فالمسجد هيتبنى هيتبنى، واحنا اللي محتاجينه مش هو اللي محتاجنا، ده يقين، احنا اللي محتاجينه طبعا، مش هو اللي محتاجنا. احنا لما رحنا قعدنا قابلنا الاستاذ ممدوح وبيكلمنا عن المسجد ده، اسمه المسجد الكبير في قريه ابو المعاطي الباز. المسجد ده اسمه المسجد الكبير بس هو صغير، المسجد ده تجاوز 80 سنه او داخل على 100 سنه، حجم القرية كبر بشكل كبير جدا. المسجد ده هو المسجد المفروض الأساس في القرية اللي بتقام فيه الجنائز وتصلى فيه الجمعة. فالأستاذ ممدوح قال إحنا لما جينا نعمل معاينة للمسجد لقينا الناس بتصلي في الشارع الجمعة، وفي الجنازة الناس بتبقى واقفة في الشارع. لما رحنا بقى إحنا وبصينا لقينا في مساحات، يعني زمان الناس كانت بتبني المسجد على حجم الناس اللي موجودة. ففي من 80 سنة طبعا فتلاقي كان المسجد صغير، كان بالنسبة لهم هو المسجد الكبير، إنما دلوقتي اسمه مش على مسمى، هو مسجد اسمه الكبير ولكن في مساحات كبير كتير حول المسجد. عايز تقولي في عملية إحلال التجديد سوف تنضم هذه المساحات المحيطة بالمسجد، فبالتالي يعني يستوعب أكبر عدد ممكن من المصلين إن شاء تقريبا الله. مساحته هتتضاعف، هتتضاعف هتتضاعف. الناس اللي بتصلي في الشارع، إحنا النهاردة مطر وجو برد وفي بعض الأماكن في تراب، تخيل بقى لو النهارده في ناس بتصلي الجنازه في الشارع. ده هيبقى واقعهم عامل ازاي؟ فان شاء الله اللي هيساهم في المسجد هو مش بس بيعمل عمليه احلال وتجديد، ده هو بيعمل مسجد كبير فعلا. هيكون اسم على مسمى، هيستوعب اهل القريه. تخيل بس ان انت هتخلي الراجل اللي واقف بيصلي في الشارع بيصلي في المسجد. باذن الله بهذا اليقين سينتقل يعني لحضراتكم بهذا الايمان، واحنا بنقدم لحضراتكم نماذج موجوده في محافظات مصر ما بين الشرقيه والدقهليه والمنوفيه وكل المحافظات. والمسجد له دور مهم جدا في الارياف عن المدن، يعني المدن ممكن تلاقوا في كل شارع مسجد واتنين وزاويه
والناس مش مرتبطه بالمسجد قوي زي عندنا في الارياف. يعني احنا عندنا هنا في القاهره مرتبطين بالفضائيات وبدار الافتاء، ممكن يتواصلوا بالهاتف الاسلامي ويلاقوا اللي يرد على السؤال، انما في الارياف حياتهم كلها في المسجد. قدمنا لكم مسجد محتاج عمليه احياء وتجديد، وقدمنا لكم مسجد تم ازالته محتاج عمليه بناء. انا بشكر جدا جمعيه عمر بن عبد العزيز للي هتشوفوه دلوقتي. مسجد السلام صرح اسلامي عظيم، حاجه تشرف، حاجه بجد تسعد القلب وتشرحه لما تشوفوا ان هذا الانجاز مش مجرد جامع يلا يا جماعه بنهد مسجد وبنبني مسجد، لا صرح. يعني احنا بقى لنا الشرف نقول احنا ساهمنا في هذا الصرح الاسلامي العظيم. هروح سريعا تشوفوا هذا الصرح وهذا المبنى، للاسف الشديد لم يكتمل بعد، محتاجين مساهمات حضراتكم حتى يتم استكمال مسجد السلام بقريه السلام بالدقهليه. ونرجع تاني للسؤال اللي احنا طرحناه في بدايه الحلقه ونختم بيه حلقه النهارده، ايه الفرق ما بين المساهمه في اعمار بيوت ربنا واستكمال بيوت ربنا وما بين اي عمل خير اخر؟ اتفضلوا. مسجد السلام، قريه السلام بمحافظه الدقهليه. من هنا من مسجد قرية السلام الكبير بمركز ذكرنس محافظة الدقهلية، هذا المسجد الذي يخدم ما يزيد عن 6000 نسمة، ما شاء الله المشهد عظيم جدا على مساحة 750 متر ما شاء الله تبارك الله، يخدم أهل المنطقة، بجوار المسجد مدرستين ما شاء الله تبارك الله، يعني كمان الطريق العام يستفيد كل المارة وكل الغادين والرائحين على هذا المكان المبارك. إذن أنت أمام كنز من الحسنات، أمام قلعة من قلاع الخير وقلاع البر، وأمام مؤسسة إسلامية حقيقية تخدم بفضل الله تبارك وتعالى الرجال بمصلى الرجال والنساء بمصلى النساء، مستوصف طبي إن شاء الله، ومكان لتحفيظ القرآن الكريم. دائما وأبدا حينما نتحدث عن المجمع تفهم أن الأمر يحتاج إلى تكاتف كل الجهود. لماذا؟ لأننا نقف الآن في مرحلة، يعني بسم الله ما شاء الله، شوف بس الخرسانات كده اللي موجودة في المسجد، شوف الواجهة بتاعت المسجد وجمال الواجهة والشكل المعماري الرائع الذي يعيدك إلى تاريخ الحضارة المعمارية الإسلامية القديمة. كل مكان في هذا المسجد ما شاء الله تبارك الله، حتى الأعمدة معمولة بشكل يعني فني وهندسي فوق الرائع بسم الله ما شاء الله. حضرتك لما تشوف المسجد كده في الواجهة والمقدمة والمدخل بتاع المسجد هتلاقي الخشب حتى بسم الله ما شاء الله معمول بشكل فني وهندسي يدرس. إذن أنت أمام مسجد غير عادي ومجمع إسلامي غير عادي. طبعا أنا مقدر جدا جدا لما بنبقى في قرية من القرى يعني يصرفوا كل اللي معاهم وبيتوقفوا في مرحلة من المراحل زي ما احنا شايفين دلوقتي كده، العمل الآن يعني أصبح يعني على شفا التوقف. لماذا؟ لقلة الموارد المالية. ولذلك كانت هذه الاستغاثة وهذا النداء إلى كل أحبابي الفضل وكل أهل الخير وكل المسارعين في البر وفي المعروف، إنه تعال حضرتك بنفسك وشوف المكان العظيم ده، الحصالة الرائعة، الاستثمار الرائع مع الله سبحانه وتعالى، التجارة التي لن تبور. يا أيها الذين آمنوا، النداء للمؤمنين، المؤمن ينتبه الآن، هل أدلكم على تجارة؟ الكلام عن تجارة؟ بس تجارة ترضي الله سبحانه وتعالى، تجارة ما فيهاش غش، تجارة ما فيهاش خسارة، تجارة كلها ربح، كلها فضل، كلها خير. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟
يعني في تجارة تنجيك من عذاب أليم، تعطيك الأمان من النار. قال لك أيوة، اسمع كده الجواب، تؤمنون بالله ورسوله، وبعدين آمنت بالله وآمنت برسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبعدين يا رب؟ قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الإنسان خلقة الله سبحانه وتعالى وخليفة في الأرض يخلف بعضهم بعضا. ربنا لما يقول لك ذلكم خير لكم، اعرف ان الخير كل الخير انك تستمع النداء وتنفذ النداء فورا. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، لأنه الإنسان لما يطلع من جيبه في سبيل الله في بيت من بيوت الله معناه أنه تغلب على الكثير من المعوقات. أعظم الصدقات وأوفاها أجرا وأعلاها قدر عند الله سبحانه وتعالى التي تخرج من جيبك وأنت في حاجة إليها. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ يقول لك عن هؤلاء الذين قد يعني اتقوا شح أنفسهم، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مين قال دلوقتي أنا يا رب من المفلحين إن شاء الله، أنا يا رب من الصادقين والمعمرين لبيوت الله، يرضيك بيت من بيوت ربنا بهذا الشكل، بهذا الشكل الجمالي العظيم الرائع يتوقف العمل فيه، عشان محتاجين شوية رمل وشوية حديد وشوية أسمنت وشوية زلط، يرضيك إن بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى متوقف عشان بعض الماديات اللي نقدر نساعد بيها إن شاء الله المقاول اللي شغال والعمالة اللي شغالة، العمالة اللي بتتبرع بنص أجرها علشان، وربما كثير من الناس يتبرع بأجره كامل علشان بس ده بيت ربنا سبحانه وتعالى. ورينا همتك أرجوك، الأرقام على الشاشة الآن، أرجوك بادر وساهم واحجز مقعدك في الجنة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونلقاكم يا رب على حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة كمال، وسلم سلام تمام على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس كل معلوم لك، والحمد لله رب العالمين. حاجة تشرح وحاجة تسعد الواحد ان في هذا الانجاز، مش مجرد مسجد زي ما قلت لحضراتكم قبل التقرير وخلاص ونفس المساحة وهو ناس تصلي فيه والسلام، لا، مسجد السلام بقرية السلام بالدقهلية مشروع اسلامي محترم عشان الناس تصلي فيه جماعة، يتسع لأكبر عدد ممكن من المصلين. هو المسجد الوحيد اللي موجود في القرية، عشان كده اسمه السلام، عشان القرية نفسها اسمها السلام. في دار لتحفيظ القرآن الكريم، في سقيا الماء، إطعام الطعام، مستوصف طبي، مشروع إسلامي عظيم، ولكنه معطل، محتاج مزيد من مساهمات حضراتكم حتى يتم استكمال هذا المشروع. قبل ما نجاوب على السؤال اللي طرحناه، عايز أعرف إحساسك بأن هذا المسجد وهذا المشروع العملاق متعطل، متعطل وكلنا أمل ويقين، وده احنا على فكرة المسألة عدوى، يعني أنا جالي هذا اليقين وهذا الإيمان وهذه الإيجابية الروحانية من حضرتك في كلامك. نعمل إيه ونقول إيه عشان نساعد بعض، ويعني شهر ولا حاجة ونقدم لهم تقرير جديد إن مسجد السلام تم افتتاحه. والله يا دكتور أنا كنت عاوز أقول حاجة بس كنت متردد يعني، بس هقولها، يمكن كلام حضرتك شجعني. في سنة من السنين كنا بنعلن عن أحد المساجد وكان محتاج تبرع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فجيه واحد اتصل وقال لي جماعة أنا جاي بمبلغ، كان مبلغ كبير يعني، وعايز أشوف المسجد، وقعد مع الناس وشافهم وبتاع مش عارف إيه، وساب لهم الفلوس ومشى.
راح لحد الموقف ورجع تاني، قال لهم يا جماعه انا معلش انا تقريبا اتلخبطت، ده انا كنت رايح مسجد تاني. بعد ما شاف هو تقريبا يعني ايه، حس ان هو اتسرع او هو محتاج الفلوس او الشيطان بقى دخل له. فالناس قالوا له ما فيش مشكله خالص، اتفضل فلوسك اللي هي خد الفلوس. نعم. وان المساجد ايه لله، ده بيت ربنا ويشاء المولى عز وجل. بعد ما هو يمشي يجي اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معاك؟ ابانوب. خير يا ابانوب، محتاج ايه؟ قال والله انتوا كنتوا منزلين بتتكلموا عن مسجد وبتاع ومحتاجين حديد، انا عندي مش عارف كام طن حديد كنت مخزنهم مش محتاجهم، تعالوا خدوهم. الله اكبر، الله اكبر فعلا. شوف والله العظيم المسجد له رزق وان تتولوا يستبدل، والرزق هيجي هيجي. يعني سبحان الله، قصة ولا الحواديت، يعني الراجل يجي ويجيب الفلوس ويقعد مع الناس ويشوف المسجد وفي الاخر يرجع في كلامه ويقول لك لا انا يعني اخد فلوسه ايا كان السبب، يوم ربنا برضو في ارادة الهية باستكمال هذا المسجد. ده درس عظيم والله يا دكتور، درس عظيم جدا. المسجد ده هيتبنى بالظبط وانت الكسبان وانت متيقن، اصل دي بقى ما فيهاش شبهه. دايما الناس يعني بقول للناس كده ان انت تساعد البنت مش عارف في جهازها والناس المدينه ومش عارف ايه، في الاخر بتكتشف احيانا ان الناس دي كان عندها مشاكل او كده، انما ده بيت ربنا. نعم. والناس بتقول لك يا سيدي تعالى روح المحجر، تعالى عين بنفسك وشوف وساهم وهات طن الحديد وحطه في الموقع، هات طوبه 2000 طوبه، هات رمل، هات اسمنت. السنه اللي فاتت في الشرقيه جات واحده يعني اتصلت بينا، عندها حاجه و70 سنه ماسك يعني بتمشي كده على عكازين وبتاع، قالت انا عايزه اروح اتبرع بالرمل. فالشيخ عيد قال لها مفيش مشكله وتعالي وكده. فتروح لحد الشرقيه وهي واقفه شايفه قلاب قلاب رمل، يعني ده مهما كان يعني ايه في المسجد. ايوه تقول لهم لو احتجتوا اي حاجه تانية قولوا لي وان شاء الله من عينيا واساعد. أيوة هي شايفه الانجاز على ارض الواقع، شايفه فلوسها بتروح فين، باعمار بيوت ربنا يا جماعه حتى لو بالقليل. نعم. في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى حركها تمره، مش شق تمره، حركها من بيتها وهي نفسها تروح وتشوف بعينيها. حب الخير. نعم. وحب واراده الخير، احنا جوانا ونيه الخير. انا ما زلت مصر. احنا جوانا بذره الخير دي. طب يعني شيخ عبده برضه خلينا نتكلم عن الانفاق في اعمار بيوت ربنا والثواب الذي يعود علينا من هذا الاعمار وهذا الانفاق، والفرق ما بينه من اي حاجه تانية. ليه المساجد؟ ليه ربنا دايما بيدلنا على المساجد؟ ليه دايما بنتكلم في بيوت ربنا؟ لان المسجد، احنا لو رجعنا لاصل الموضوع في الاسلام، اول حاجه اول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ايه؟ بنى المسجد. بنى المسجد. الصلاه اللي هي اصلا بتتصلى في المسجد الفريضه الوحيده التي فرضت في السماء في رحله المعراج. نعم. وبعدين المسجد يعني يعتبر هو ام العبادات اساس الدوله الاسلاميه كمان. مش اساس، مش فكره اساس الدوله كمان، ده كل اعمال الخير طالعه من المسجد. الشيخ لما يتكلم عن بر الوالدين فهو خير. نعم. ولما يتكلم عن عياده المريض وزياره المريض وعن مساعده المحتاجين، يعني انت بتاخد ثواب كل كلمه طيبه بتتقال وكل فتوى وكل صلاه وكل اذان وكل ركعه وكل قراءه قران وكل وضوء في المسجد وكل لفة مروحة كده بتهوى على الناس. الله أكبر. وكل برود التكييف الناس قاعدة في المسجد وفي بيت ربنا، وكل شوية مية الناس بتشربها من المبرد اللي موجود في المسجد، وكل إفطار في رمضان وشنطة رمضان، وكل صلاة تراويح وصلاة جنازة، وكل عقد قران. مشروع استثماري هتقولي بقى فوائد بنكية وفائدة 25% ولا 30%، ده كل حاجة أنت بتحصد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وبعدين ربنا يقول لنا ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعلى فكره الموضوع والله ما له علاقه بان انا معايا فلوس ولا ما معيش، عشان دايما الناس تقول انتوا قاعدين تكلمونا عن الصدقات، انتوا مش عارفين ظروف الناس. يا سيدي ظروفك ايه؟ مين اللي رزقك؟ الله عز وجل. بقول لك واحده ست معاشها 1200 جنيه في الشهر نزلت تتبرع بقلاب رمل علشان اراده الخير. انت حجتك ايه؟ ده احنا واحنا في المسجد واحنا بنصور لقينا الكهربائي موجود، فبنساله انت يوميتك كام؟ يعني انت اكيد بتسيب للمسجد. قال لك لا انا وولادي شغالين في المسجد لله. هو ومين؟ وولاده. طب ما كان ممكن هو يشتغل ويسيب الولاد يجيبوا يوميه كده يسترزقوا بيها، او هو يطلع يشتغل ويسيب الولاد في المسجد يعني يمشوا. لا، اليوم بتاع المسجد ده احنا موجودين، احنا خدامين لبيت ربنا.
فده الواحد اللي يدير درس ماله. انت بقى حجتك ايه؟ انا عاجبني عاجبني جدا جدا احنا خدامين بيوت ربنا. انا بشكرك جدا جدا بشكرك. تسلم على الدكتور فضيله الشيخ عبده الازهري من علماء الازهر الشريف. نورتنا مولانا. الله ينور عليك. شكرا. احنا قدمنا لحضراتكم النهارده 3 من المساجد، واحد محتاج عمليه تحليل وتجديد، الثاني بالفعل تم ازالته ولسه بنبدا بيه مشوار، والثالث هو كان مسجد السلام بقاعده السلام بالدهليه الاخير، محتاجين عمليه استكمال لهذا البيت. بيوت ربنا الثلاثه بيستنجدوا بحضراتكم ومنتظمين مساهمات حضراتكم، وجمعيه عمر بن عبد العزيز مشكوره بتساهم في الثلاث مساجد دول بمساهمات حضراتكم. بكده خلصت حلقتنا النهارده، انتظروني بكره ان شاء الله في الرابعه ظهرا ولقاء جديد من دنيا ودين وحلقه عن الضرب، حكم الشرع في الضرب ومتى يلجا الزوج للضرب والشرع امتى يحرمه وامتى يحلله، ده موضوعنا بكره ان شاء الله في الرابعه مساء، مع تحياتي انا احمد عبدالله.